التشكيله ديال المنتخب الوطني المغربي اللي عليها وليد الركراكي تشكيله على ما اظن مزيانه بالنسبه ليا كجمهور المغربي، مزيانه تشكيله زوينه. ولكن بالنسبه لامين حارث، امين حارث اثر شويه على سميتو المنظوميه ديال المنتخب الوطني المغربي، حيت هو عنده تجربه، شارك في كاس العالم ديال 2018 في روسيا وشارك بزاف، زعما هو عنده تجربه مزيانه اثر علينا. ولكن الحمد لله راه كاين لعابه اخرين اللي غيعوض على حارث بحال رحيمي الى غيعيط عليه ان شاء الله، نتمنى يعيط عليه في بلاصتو. رحيمي حتى هو زويون والحسوني حتى هو مزيان. الغياب ديال الكعبي حتى هو راه الاوائل الاخيره كان شويه ناقص شويه في سميتو ديالو في الدوري فين في مارس الدوري التركي ناقص شويه، هذاك الشيء علاش ما عيطش عليه. وراه كاينين لعابه ان شاء الله اللي غيحمروا لنا الوجه ان شاء الله في هذا كاس العالم 2022 ان شاء الله في قطر. كنتمنوا ان شاء الله المنتخب الوطني يدي الكاس ان شاء الله وتجيبوا لنا في هذا المغرب ان شاء الله، ولا اول مره في حياتها ان شاء الله. ايوا نتمنى لهم كل خير بحول الله تعالى، نتمنوا المنتخب الوطني يجيب لنا كاس ان شاء الله هنا، يفرحوا الشعب المغربي، يفرحوا جلالة الملك محمد السادس نصره الله ان شاء الله، الله يفرحهم ان شاء الله، الله يدير شي تاويل الخير. بالنسبه للائحه ديال الوليد الركراكي مزيانه، عيط على شي لعابه مزيانين تيلعبوا في اوروبا بحال حكيمي بحال مزراوي بحال عطيه الله، كاين ديفونس مزيان، ميليو كاين امرابط كاين اوناحي كاين لعابه متالقين، كاين زياش عيطنا للتسعود شي واحد مزيان بحال حمد الله، وبحال غياب رحيمي وهذا ما تالقوش في الدوريات ديالهم بحال الدوري الاماراتي، والاخر ما تالقش الكعبي في الدوري التركي، عيط الحمد الله غيعوض بلاصه النصيري، كاين تعويض بلاصه النصيري واخا النصيري ناقص هذا العام، كاين تعويض بلاصه الركراكي. ورحيمي ان شاء الله الا اجتهد هذا العام غيكون في اللائحه ديال كاس افريقيا. بالنسبه للاصابه ديال حارث ما توقعناهاش، كانت اصابه خايبه ليه في الماتش ديالو مع موناكو، كانت اصابه ما مزياناش ليه، ولكن التعويضات غادي يجيو من ناحيه امرابط واناحي ان شاء الله، تكون تشكيله زوينه ان شاء الله، وبالتالق للمنتخب الوطني في قطر والتاهل لدوري المجموعات. بالنسبه للتشكيله ديال وايد الركراكي طايقين فيه والحمد لله، اللعابه طايقين في روسهم والتشكيله مزيانه، غير هنا الغياب ديال حارث واللي اثر علينا شويه، ولكن الحمد لله غيعوضوا وايد الركراكي بشي لاعب ممتاز ان شاء الله، ونتمنوا ان شاء الله نتمنوا لهم التوفيق. الغياب ديال حارث اثر علينا شويه، ولكن الحمد لله وايد الركراكي طايق في راسه غيجيب لنا شي لاعب ممتاز ان شاء الله وغيعوض لنا حارث. كنعتقد يعني كمتتبع لكرة القدم وليس كمختص أو خبير بأن اختيارات المدرب أنها موفقة، كنشوفوا لعابة اللي يعني أسماء وازنة اللي تألقت في البطولات الكبرى في الدوريات الكبرى في العالم، وكنشوفوا أسماء جديدة اللي بانت يعني بينات اللمسه ديالها في كره القدم، وكان نتمنى التوفيق لهاد يعني النخبه من اللاعبين اللي غتقول الكلمه ديالها ان شاء الله في كاس العالم. ربما هذه قراءه ديال المدرب، عنده قراءته الخاصه، ولكن يعني الحمد لله يعني لاعب كبير، لاعب اللي عنده واحد حس تهديفي يعني بينوا في عده بطولات وتالق، من طبيعه الحال ما غاديش نقصوا من القيمه ديال رحيمي ولا ديال الكعبي، ولكن هذه اختيارات المدرب، لان عندك واحد عدد معين ديال المهاجمين اللي خصك يعني يلعبوا، ما يمكنش تدي اكثر من سميت، رغم ان اللاعبين عندهم مكانه ديالهم، ولكن الحمد لله كما قلت لك عنده واحد حس تهديفي، ربما ديك هو اللي كان شحال هذه خاص المنتخب، خصو شي واحد اللي يكمل. ملي كنشوفوا اداء رائع وكنشوفوا تكتيك وكنشوفوا هجمات وكنشوفوا اللعب في وسط الميدان وفي الدفاع منسجم ومقاد، ولكن كتخص ديك اللمسه هذه، ربما الحمد لله لهذا السبب كنعتقد، لان هذه قراءه ديال المدرب وما غاديش نكون في كره اكثر من المدرب.